أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد على الدور الذي يطلع به الشباب البحريني في رفعة مكانة واسم البحرين إقليميا ودوليا من خلال الفعاليات والمحافل المختلفة، وهو ما تعودنا عليه من شباب الوطن، مؤكدا سموه على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام دائم في إتاحة كافة الفرص التي من شأنها تطوير مستوى الشباب في المجالات المختلفة وصقل مواهبهم. جاء ذلك لدى حضور سموه المباراة الختامية لبطولة البحرين الدولية للشباب بين منتخب البحرين ومنتخب مالي التي أقيمت مساء اليوم في استاد مدينة خليفة الرياضية التي نظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم. ولدى وصول سموه كان في الاستقبال سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار صاحب الجلالة لشؤون الرياضة والشباب وعدد من المسؤولين بالاتحاد البحريني لكرة القدم. وأشار سمو الشيخ محمد بن سلمان إلى أهمية مثل هذه الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها البحرين في إطار حرصها على تنظيم مثل هذه الملتقيات، مشيرا إلى ما تميزت به البطولة من الناحية التنظيمية بسواعد أبناء البحرين واستمرارية التميز الرياضي الذي عرف به شباب البحرين والاستفادة من هذه البطولة في تطوير المهارات الرياضية وتبادل الخبرات مع الشباب من مختلف دول العالم. مشيدا سموه بالتنظيم المتميز من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم للبطولة والتي كانت محل إشادة وتقدير من جميع المشاركين، معربا سموه عن تمنيته بالتوفيق لمنتخب البحرين الوطني للشباب في مشاركته في بطولة آسيا للشباب تحت 19 عام التي تستضيفها المملكة في سبتمبر المقبل. ونوه سمو الشيخ محمد بن سلمان بأن استضافة البحرين للفعاليات الدولية المختلفة وتميزها في التنظيم والاستضافة قد أكسبها مكانة دولية مرموقة جعلت منها محط أنظار العالم، وهو إنجاز يفخر به كل البحرينيين كون هذا التميز جاء من خلال كفاءات شبابية بحرينية. هذا وقد انتهت المباراة بفوز منتخب مالي للشباب على منتخبنا الوطني للشباب بخمسة أهداف مقابل هدف. وفي نهاية الحفل الختامي للبطولة قام سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة بتسليم كأس البطولة لمنتخب المكسيك إثر فوزه على منتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الختامية، كما كرم سموه منتخب مالي بحصوله على المركز الثاني ومنتخب اليابان بحصوله على المركز الثالث، إضافة إلى تكريم منتخبنا الوطني للشباب حصوله على المركز الرابع، إلى جانب تكريم سموه لطاقم التحكيم واللاعبين المشاركين في البطولة. جدير بالذكر أن بطولة البحرين الدولية التي استضافتها البحرين على استاد خليفة مدينة خليفة الرياضية تعتمد على احتساب النقاط، وهو ما نتج عن تتويج منتخب المكسيك المركز الأول.